ساندي وإيفا كانوا هيغرقوا في البحر، لكنهم نجوا من العاصفة وطلعوا منها بسلام. الحادث ده كان السبب في إن إيفا تحب ساندي وقوت الصداقة بينهم. ومعداش وقت طويل وجاء موسم الأعياد، وده كان نفس الوقت اللي توفى فيه كريستي. وساندي بيل شافت واحد ماشي في الشارع وتهيأ لها إنه هو ونادت عليه، ولما الراجل بيبص عليها بتتأسف له وبتقوله افتكرتك حد تاني، وقالت في نفسها إنها غبية عشان تفكر كده وباباها اتوفى من سنة. ساندي بيل لما قعدت تدردش هي ورنود وكانت بتقوله إنها عايزة تقوله حاجة، وقال لها إنه عارف، وبيقول لها معقولة إن باباكي عدى عليه سنة، وقال لها إنه كان فاهم إن هيجي وقت وإنها نفسها تشوف أصدقائها. لكن زوجته إينور لما بتسمع كده بتقوله مين هيساعدني في شغل البيت؟ استحالة ساندي بيل تمشي، مين هيقوم بأعمال تنظيف البيت؟ وبيرد بيقول لها أنت اللي بتنظفي في البيت. وردت عليه طبعا بكل ألاطة وقالت له إزاي أنت تجرأ على الكلام ده؟ أنا برضو اللي هنظف البيت، وبعدين هو إحنا معانا فلوس عشان تديها فلوس لمواصلاتها دي؟ قال لها أنه عامل حسابه وأنه ما راحش دفن كريستي، وكان عامل حساب أن ساندي هتطلب أنها تروح تزور صحابها، وعشان الزيارة دي وفر لها الفلوس، وقال لها أنه مش هيقدر يسيب الجريدة ويسافر معاها، وعشان كده عايزك تتبسطي لوحدك يا ساندي بيل. وساندي بيل بتشكره جدا. وطبعا جات إينور وكالعادة بتقول له ما ينفعش الكلام ده، كل الفلوس اللي معاك دي أنا محتاجاها أنا وإيفا نتفسح بيها، أعتقد إن إحنا نستحق الأجازة دي. لكن إيفا وهي زعلانة جدا بتقول لها بلاش الكلام ده يا ماما، سيبي ساندي بيل تمشي. وإينور بتكون مش مصدقة وبتتصدم من بنتها، لكن إيفا بتقول لها سيبيها وأنا هعمل كل حاجة في البيت مكان ساندي بيل. ولما جات ساندي تحاول تصلح معاها بتقول لها ما تشغليش بالك يا ساندي بيل، ماما مش هتتكلم تاني، روحي انت يا ساندي زوري اصحابك واتبسطي معاهم. وساندي بيل بتشكرها جدا وبتقول لها ايفا اظن ان انت لو مشيتي دلوقتي هتوصلي الصبح بدري، وبتشكرها. وبيعيط رينوود لما بيفتكر كريستي ان هو اللي ربى ساندي بيل على انها تكون للدرجة دي انها تقدر تغير من طباع ايفا اللي كانت وحشة جدا. وبيروحوا هو وايفا ويوصلوا ساندي بيل لمحطة القطر. وصلت ساندي بيل والتلج كان مغطي كل المكان، أصحابها وهم بيتزحلقوا بيخبطوا في ساندي بيل وما بيكونوش عارفين إن هي، لأنها بتفضل مخدية نفسها وبتفاجئهم بنفسها. وبيفرحوا جدا ويقولوا لها أنت بقيتي شكلك آنسة جميلة جدا، شكلك اتغير، وهي بتقول لهم إنكم زي ما أنتم ما تغيرتوش خالص. بعد كده بياخدها شارل واصحابه على العربية بتاعت التزلج وبيوصلوها لحد الباب عندها، وأول ما بتوصل بتتخيل باباها وهو واقف وبيستقبلها، لكن أوليفر بيحس بيها وبيجي وبينط عليها من الفرحة وبتقوله إنه وحشها جدا. وأوليفر بيفضل يهوهو لدرجة إن السيدة والسيد سكوت بيطلعوا على الهوهوة بتاعته، وبيطلعوا يلاقوا ساندي بيل وبيفرحوا جدا وبيستقبلوها وبيقولوا لها إنك وحشتينا جدا يا ساندي بيل. وهي كمان بتقول لهم إنها انتظرت اليوم ده بفارغ الصبر لأنهم كانوا وحشينها جدا، وقالوا لها ادخلي يا ساندي بيل ما ينفعش نقف هنا. وبيقولوا لشارل وجورج وديفيد إنهم يدخلوا معاهم وبيحضروا لهم الأكل، وبيحكوا لها قد إيه إن أوليفر إنه كان بيبقى صعبان عليهم لأن كان في تلج بينزل عليه ومطر كتير جدا، وهو برضو مستنيها تيجي وكان مفتقد جدا يا ساندي بيل. وقالت لهم أنا قلت أوليفر كلب أمين وبتشكره. وفي نفس اللحظة دي بيوصل مارك عند بيتها وبيقول لنفسه إن كان وعدها إنه مش هيجي غير لما يكون فنان مشهور، لكنه كان ضعيف جدا وجالها قبل الوقت ده لأنها وحشته وعايز يشوفها. لكن لما بيروح للبيت وبيلاقي إن مفيش حد خالص في البيت بيبتدي يقول لنفسه ويسأل نفسه إيه اللي حصل لساندي بيل. وبيروح لحد حديقة أمي وبرضه بيدور عليها وبيقول لنفسه إنه شاب ضعيف الإرادة ما يستحقش أي شيء وبيبكي. وفي الوقت ده نفسه ساندي بيل بتقول لهم إن في مكان تاني لازم تروح له، وشارل بيقول لها إنه عارف أكيد حديقة أمي، يعني كانت رايحة في نفس الوقت اللي مارك فيه هناك، لكن لما بتوصل بتشوف خطوات أقدام وبتعرف إن كان في حد موجود لكن مش بتقدر تعرف إن هو مارك.
ولما بترجع للبيت تاني وبتلاقي الكل موجودين، ماجي وجيمي وبول والسيدة سكوت، بتقول لها احنا مش عارفين ايه من اللي قوي صح ان باباكي النهاردة تكون ذكرى وان احنا نحتفل. بتقول لهم ولا يهمكم، بابا كان دايما بيحب الاعياد. وفي البيت بقى عند ريمود، ايفا بتقول له ان سندبيل وحشتها جدا، وهو قال لها ان ريكي كان ممكن يجي يحتفل معانا لكن ما كانش هيجي عشان خاطر سندبيل مش موجودة. ومامتها بتزعق وبتقول لهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده، ما السنة اللي فاتت احنا قضينا احنا التلاتة بس وكان يوم جميل يعني عادي. رينوود وإيفا لقوا ان مامتها بتقول لهم هي اتأخرت ليه، ما جاتش ليه لحد دلوقتي، لكن إيفا بتضحك وبتقول لها يا ماما هي ساندي بيل باين عليها انها وحشتك انت كمان. قالت لها ولا وحشتني ولا حاجة، انا كنت عايزاها عشان تساعدني في شغل البيت. وبيرد رينوود وبيقول لها ساندي بنت رائعة، وحيجي يوم وحتبقى علاقتها هي ومامتك كويسة جدا، انا متأكد من ده. ساندي بيل بتودعهم وهي ماشية كلهم بيطلبوا منها انها ترجع لهم تاني في اقرب وقت. أوليفر فضل مسك فيها جامد جدا عشان ما تسيبوش وتمشي، وعيطت ساندي وقالت له انها كمان زعلانة. هيك بالظبط يا أوليفر، والايام دي صعبة عليا جدا، لو كنت اقدر اخدك معايا كنت طلبت من عائلة رينوود انهم يعتنوا بيك، لكن حالتهم المادية ما تسمحش دلوقتي. ولما مسك في هدومها بسنانه، سكوت ربطه بحبل عشان ما يطلعش يجري وراها، وبتودعهم وبيودعوها كلهم. وهي بتجري ساندي وهي راكبة الباص وهي بتتكلم في سرها مع باباها، وبتقول له انها قضت يوم جميل مع اصدقائها، وان مارك كان نفسها تشوفه لانه وحشها جدا، وان هو ما يعرفش لحد دلوقتي ان باباها مات وانها عايشه في لندن، وبتدعي من ربنا انها تلاقي مارك. في نفس اللحظه دي كان مارك بيعدي من جنبها لكنهم مش بيشوفوا بعض. مارك وهو ماشي بيكون شارل هو واصحابه بيتكلموا بانهم ما قدروش يوصلوا ساندبيل عشان أوليفر كان عامل مشاكل. وبيسمع مارك الحديث ده بيعرف منهم ان باباها مات وانها كانت موجودة هنا عشان تزورهم، وبيعرف منهم انها اكيد هتيجي في ذكرى وفاة باباها السنة اللي وراها. وبيتكلم شارل مع اصحابه وواحد فيهم بيقول له ان ساندبيل باين عليها مبسوطة، لكن شارل بيقول لهم ساندي مخها كبير وعقل مننا كلنا، ساندي مش باين عليها وكاتمة في نفسها، وواضح منها انها بتعاني الامرين هناك في لندن، وانا فهمت كل ده بسبب ايديها اللي خشنة دي. وبيفهم مارك انها عايشة في لندن وبيفرح جدا. ساندبيل بتركب القطر وهي بتفكر يا ترى هترجع امتى، وبتقول ان انا مش عارفة هرجع امتى لكن اكيد في يوم من الايام هرجع لهم. وبيمشي القطر وهي ما تعرفش ان مارك كان موجود في نفس اللحظة اللي هي كانت موجودة فيها عشان يشوفها، وان كمان أوليفر جاري وراها عشان يشوفها. وبيخلص ملخص الحلقة على كده، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب.